علي. اوكي برافو عباس عن جد. اول شيء عباس خففت عربه كثير، برافو، حطيته محله مزوي. تفوش مروان من حدك ما يوقع بالغلطه اللي وقعت فيها، اللي وقع فيها هو. بس محلات كان بدي منك ريتم بس مرقوا، لانه غنيت كثير حلو عن جد. برافو عباس. بالنسبه لي اليوم عباس احسن واحد فيكم، هو البطل اليوم. نحن خلصنا اليوم.
رفيق عشان تقدر رفيق مظبوط اللي بيشبع فيه انه أدائه حلو، اداء تبعه صوته انا ممنوع صوته ما بحبه بس أدائه حلو. واحلى شيء فيه لرفيق انه بيضل يجرب يعني كيف هاي هذه شغله حلوه بحبها فيه، عنده حماس على المسرح حلو كثير. غنى كمصري غنى حلو not bad، شعبي كمان اي اكيد شعبي، انرجي عنده اياها حلوه فظيع. لا كان منيح بس انتبه انا عملنا شويه مزحه بس هو كان كثير منيح بالنسبه لشو بيعمل هو اصلا هي واز فاين. بس البطل بينتكم وعباس تحمسنا كثير نسينا رفيق، اول شيء لانه هو منه هون بس لانه انت غنيت كثير حلو. برافو.